نضطروا العناصر الموسيقيه اللي معايا في المجال ديالي اللي كثر خيرهم بهذه المناسبه كنشكرهم، دخلوا وعرفوا واحد المحسن. ذاك المحسن دار تدخل يعني في المستوى، وصلنا لعند الدكتور اللي مختص بهذا الشيء ديال الشبكه، شاف الحاله وقال لك دير العينين واكلينها. قلت له يا دكتور واش كاين شي امل؟ قال كاين الامل، واخا تخرج حتى بواحد على 10 ماشي مشكل، فرحت انا لذاك الامل. اي واحد كيفقد عينه كيفرح للامل. هي هذيك خرجنا مشينا بحالنا. السيد اللي كان معي مكلف من الموسيقيين اللي هما مفوضين والموسيقيين معي يعني كيتحرك معي بحكم انني عندي الاعاقه في عيني، مشى عندو الصمعة قال له دي واحد المونطون ديال 8000 درهم باش تدار هذه العمليه. بالفعل السيد المحسن عطانا يعني وفرنا ذاك المبلغ، دخلنا باش نديروا العمليه، دارت الاجراءات، دارت العمليه. من بين الحيثيات اللي وقعت في هذه العمليه انه منين جاي يخلص الدخول قبل ما ندير العمليه خلص 36000 ريال ديال لوسبيتاليزاسيون. ما معنى لوسبيتاليزاسيون؟ يعني 100 درهم في النهار اللي كتخلصها وانت في البايس عندهم في الطبيب، ما عندناش اشكال، وبلا واحد الصاير معين ديال الادويه وكذا. منين سالينا منين تدارت العمليه جلست انا 3 ايام بالحساب. مني حليت عيني لقيت عيني ما كتشوفش، دازت يومين اخرى اللي هي كمالت الخمس ايام، قال لك خصك تخرج من الطبيب. صافي سالينا الكنزايه بهذا المعنى ديال سالينا الكنزه. منين مشينا خرجنا لعند البيرو باش نشوفوا شنو غادي نكملوا لهم، على حساب ان الويميل درهم كنتفاجئوا بمونطون ديال 9800 درهم اللي كتسال لهذا السيد هذا، وهو ما نجح له عمليه ما عارف شنو واقع في ذاك العمليه. السيد اللي كان مكلف من العناصر الموسيقيين خلال المسؤوليه ديالو قال لك انا ما عنديش، انا السيد المحسن عطاني قدا وقدا مشات من نهار اللي فرا للوالا، بقات واحد البركه، هاد الناس ما يشدوش هاد البركه. رجعوا للور، اذا هنا شنو وقع؟ تحفظوا لي على الملف ديالي انا، حيت انا خرجت انا ما عارف شنو كاين، انا خرجت ما عارفش كلشي، الملف ديالي بقى تما في الطبيب، ما درت كونترول. هذه دابا من 23 في شهر 9 لدابا ما داير كونترول، ما عارف عيني شنو تزاد فيها ولا شنو نقص فيها. يعني العمليه درتيها وما عرفتيش النتائج العمليه وما تدار لك كونترول. علاش؟ حيت الناس خصهم فلوسهم، الا بغيتي اي بلاصه تحرك فيها خصك تخلص ذاك المونطو. انا الله غالب، الله غالب. قول لي بداك اللحظه هذيك ملي خرجتي انت من الطبيب وانت شايف راسك ما كتشوف والو، ياك يعني ما كتشوف؟ ما كنشوف والو. انا الوقت طلبوا لك ذاك الثمن هذاك، شنو باش حسيتي فداك اللحظه؟ ديك اللحظه انا من يعني ماشي غادي نكذب، ذاك اللحظه راه ماشي انهيار، شي حاجه فوت من الانهيار، انني بديت كنقول اذا انا غادي يعتقلوني هنايا، انا مازال في وسط المؤسسه. نهاد سمع خلص قدا وقدا المتابعه، بقيت انا ما كتشوف بعينك ما عارف شنو غادي تدير، وانت واقف وبنادم كيقول لك لا خصك تخوي لي المؤسسه وتخلص هذا المونطو هذا. في التالي اضطريت انني نجي ماشي هبط مع الدروج بحال شي واحد ما عارف والو كنضرب شي بشي، حتى تلقيت راسي خرجت من الطبيب، لان ما كاين حتى شي حل. انا جالس عندكم في الطبيب، يلاه وديروا شي حل، منين غادي تجيني هذه الفلوس؟ انا منين تجيني هذا مليون الفرنك باش نخلص؟ مور ما خرجتي عند الطبيب، شنو هي الطريق اللي مشيتي لها؟ يعني من مشيتي وشكون اللي ولا دابا كيصرف عليك؟ دابا حاليا مشيت عند الاخت ديالي، دوزت تقريبا واحد 3 مواف غير في لوطيلات. هاد المجموعه الموسيقيه العناصر الموسيقيين ديال فاس كيتعاونوا معايا كنخلص لوطيل باش كننعس وكننوض كناكل ذاك البركه. المهم الله يكثر خيرهم داروا معي اقصى ما يمكن، ولكن الله غالب، حتى هما راه الظرفيه شويه عيانه. مني لقيت راسي تزير مشيت عند الاخت ديالي للدار ديالها، يعني كي كنقولوا صافي الله غالب النهايه. وليدات لا دابا كيفاش كتبان لك الحياه بلا عينين؟ بلا عينين راه كتسمى خارج من الحياه، انت فيها وانت خارج منها، انت فيها وانت خارج منها، ما كاينش فيها. لان علاش؟ مازال عندك البوتونسيال باش تخدم، ولكن العينين هما الخدمه ديالك. انا كنقولها وكنعترف بها، مازال عندي البوتونسيال باش نخدم ولكن العينين كيخونوني. وماشي كيخونوني كشخص انا، كيدمروا الصفه عند الناس، لان الناس كيخافوا يخدموك وانت في هذه الحاله. كيخافوا يخدموك الناس وانت في هذه الحاله، يعني كاين اللي كيعتبرها اهانه، كاين اللي كيعتبرها شفايه، كاين اللي كيخاف على الموقع ديالو منك انت، والله اعلم. انا كنقول الحقيقه، اما ملي كيمشي لك البصر ديالك كتخرج، وخصوصا انه ملي كيمشي من بعد مده كبيره وانت كتشوف. وكانت خلقه عاديه من الاصل كتكون ولفتي. دابا الانفراد ما كايناش الاخت ديالك، فين كنتي غادي تمشي؟
غادي نبقى في الزنقه هكا. انا كنقول غادي نبقى في الزنقه وكنتحدى راسي في الزنقه. علاش؟ لان ما عنديش حل، عندي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندي، لان فقدت شويه كان في هذه العين هذه اليسريه حتى هي كتعاون مع اليمنيه. منين تدارت العمليه ما بقيتش كنشوف يعني، وكما كانش هاد التويور ديال الدار الاخت ديالي، غادي نبقى في الزنقه. الزنقه معرض لاي حاجه بسم الله. علاش؟ اللي قدروا الله ينزل عليه. في حاله ما الا شاف شي محسن هذا الفيديو، شنو تقدر تطلب منه؟ كنتمنى من الله يعني هذه الرساله توصل. انا اي محسن اللي قدروا لي الله في الطريق واللي دخلت الرحمه في قلبه، بغيته يدير لي العمليه ونشوف بعيني. انا ما نقبط لا فلوس لا والو، انا بغيت عمليه نشوف بعيني وندعي معاه من كل قلب القلب ديالي. لان علاش؟ الاحتياج هو هذا، هو انك تشوف بعينك وتخدم على راسك، ما تكونش عاله على اي واحد. راه الهلا يخلي شي واحد عاله عند شي واحد. هذه الدعوه اللي كنقولها. نتمناو اي محسن اللي توصل له هذه الرساله وتقيسه في قلبه، يكون كيعرف بان هذه الحاله هذه صعيبه على اي انسان، ما تتمناهاش حتى العدو ديالك، يتدخل بصدر الرحب وبالرحمه من عند الله سبحانه وتعالى ويقوم لي بالعمليه. الله يكثر خيره، الله يجازيه بخير، الله يجعلها له في الميزان المقبول. ما عمرك نويتي غتوصل لهذه الحاله هذه كما كنقولوا بلا عيني؟ ما عمرك نويتيها؟ ما عمري نويتها، ولكن مع ذلك كنلوم نفسي. انا كنلوم نفسي وانا كنشهدها، كنلوم نفسي. راه كننصح اي واحد ما يديرش ما يعيش بالاهمال، وخصوصا الصحه. نصيحه، ما يعيش بالاهمال لصحته. اي حاجه تكون في البدايه ديالها سهله للصلاح، ملي كتواصل راه كتولي صعيبه. انا كنلوم نفسي لانني كنت كنخدم وعندي نسبه ديال الاهمال في الجسد ديالي. شيء كلمه الاخيره. كنتمنى من الله هذه يعني امنيه ديالي. كنتمنى من الله الا قدرني الله سبحانه وتعالى ورجع لي البصر ديالي، راه لا يصح الا الصحيح. راقب الطريق الله وخدم خدمتك وصدق الصدقه كتلقى في الباس. وكنتمنى من ضر حتى واحد معايا حتى في هذه الحاله حاليا، ما نضر حتى شي واحد معايا، لان هذه الامنيه ديالي ما نكونش على حتى شي واحد. وكنتمنى ان هذه الرساله تكون عامه يفهمها اي واحد ويستوعبها، واللي لقى ما يدير الخير في هذا الوقت يديروا. لان علاش؟ الدنيا فايته وغدا قدام الله. اي حاجه كديرها خير كتربحها غدا قدام الله، والله يرحم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.